عن واقعنا الفني وأسباب تراجع النقد وغياب النقاد. عندما نتحدث عن السينما أو المسرح أو الدراما التلفزيونية في بلدنا، نتحدث عن كل شيء إلا عن العنصر الغائب دائماً، وهو النقد الفني. مع الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي. هل ممكن نتصور أن في حركة نقدية قوية وفي إنتاج فني ضعيف؟ الصناعة هي اللي بتولد النقاد بتوعها. لازم لما بتكون في صناعة قوية للسينما هتجدي بالضرورة نقاد أقوياء. تدخل الدولة في الإنتاج السينمائي، أنت مع هذا التوجه أم ضد؟ أنا مع دعم الدولة للإنتاج. لو كان الأمر بيدك، ماذا تفعلين لعودة فن السينما، فن كبير ومنتشر وقوي في مصر؟ ولتكن السينما جزء من مقررات الدراسة. مشاكل التطرف الديني مثلا، عندنا مشاكل كتير بتشوفيها على الشاشة. انت عندك منتج تاجر، بقول تاجر بين قوسين، بعني نوع رديء من التجارة. كان النقد دائما عملية إبداعية أخرى مكملة وهادية للعمل السينمائي، فماذا حدث للنقد والنقاد؟ عن النقد الفني في مصر والعلاقة بين الناقد وصانع العمل الفني والجمهور، حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.